متابعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في هذه المسيرة وشوطنا التاسع. شوطنا التاسع يتحرك بهذه المجموعة لفئة الأبكار. نحن نتحرك أيضا ونراقب هذه الشعارات التي تشاركنا هذه المسيرة، ونرسل الأنظار إلى المقدمة لنعطيكم الوصف التفصيلي مع الذيبة حميد بن سيف بن كعيب، من يقدم لنا الذيبة بأول المراكز، تليها على المركز الثاني. المركز الثاني شعلة محمد بن راشد بالطبيعة يتقدم بالمركز الثاني، والمركز الثالث الدكتورة سالم بن محمد العفاري، المركز الرابع أقول وبرة لعلي بن مهير، المركز الرابع اهتمام أظني شعار حمد بن خميس بن سلطان العويسي، والمركز الخامس نتأخر مع حماس وسهيل بن مبارك برقاد. أما المركز السادس محمد بن راشد بن سرداع يتقدم مع هملولة وسعيد بن سهيل بن دليوي، نتأخر قليل بن معدن ساير لو سمحت. نشوف المراكز متناثرة في هذا الشوط وكل ماخذ له موقع. المركز السابع تتقدم الدكتورة راشد بن صابر بن سعيد بن صابر وسالم بن محمد بالطبيعة بالمركز التاسع، والمركز العاشر عتيج بن علي بن خفية. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. روح بن كعيب، راح عنهم، راح أبو عبد الله، روح. نعم ماشي، باقول لك ماشي، انت صافنا نص المستوى بالطبيعة عندك. ومنو برقاد والعفاري عندك في موقع واحد، يلا يا راعي اللي هي الذيبة، خلك ذيب وانت ذيب يا بن كعيب. هناك المركز الثاني تتقدم شعلة محمد بن راشد بالطبيعة، المركز الثالث هذا شعار سهيل بن مبارك برقاد على ظهر حماس، والمركز الرابع هنا العفاري بالمركز الرابع. خلونا عند الجماعة، ما حد بيوصلهم ابدا ولا واحد. التهديد القادم ضعيف، ما في تهديد، لا تخافون، ولكنكم صفوا النية بينكم، تفاهموا يا بن كعيب بالطبيعة وبرقاد وبن كعيب، بينكم الناموس يتجاوز برقاد الآن، يتعدى يطوف برقاد إلى المركز الأول. يلا يا بن كعيب، لا تستسلم، لأن 800 متر الأخيرة هي الخطيرة. برقاد بدأ يتجاوز إلى المقدمة اللي يقدم لنا حماس. سهيل المبارك بالثاني، برقاد الاستبي هو من يقدم حماس. المركز الثاني هذا شعار بالطبيعة على ظهر شعلة محمد بن راشد بالطبيعة. الله عسيلة قادمة من وين هذا؟ علي بن سيف الحميدان هو من يقدم لنا عسيلة، هي من هاجمتنا في اللحظات الأخيرة. يلا يا سهيل كمل المشوار، ما تبقى إلا القليل من عمر هذا الشوط، وما زالت حماس مسوية جو إثارة بالمقدمة، وعصاها قوس ما طلعت من البطان. عسيلة قادمة، عسيلة بن حميدان، علي بن سيف بن حميدان هو من يتقدم، ولكن حماس، نعم عنده الحماس. سلام يا الهباب، سلام يا أبو سعيد، سلام، صباح الخير يا أبو سعيد، صباح الناموس. نهني سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد على فوز حماس بالمركز الأول. الثاني للسيد علي بن سيف بن حميدان، المركز الثالث محمد بن راشد بالطبيعة، المركز الرابع علي بن مهير مبليشة، والمركز الخامس أظن شعار بن دليوي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا
الأعزاء الخمسة المراكز.